تكثف وزارة التجارة والصناعة جولاتها التفقدية، وذلك للكشف عن أي تلاعب بالأسعار في محلات منطقة الشويخ الصناعية على أي مواد للبناء. وتضمنت الجولات للمحلات التجارية لبيع مختلف مواد البناء لرصد أي مخالفات برفع أسعار السلع على مختلف مناطق البلاد بشكل يومي وعلى مدار الساعة، وذلك لردع كل من يخالف قوانين وزارة التجارة وحماية للمستهلك. إليكم التفاصيل. تحركات واسعة النطاق لردع الغش التجاري، حيث يكثف مفتشو وزارة التجارة والصناعة جولاتهم على محلات بيع مواد البناء. بناء على تعليمات وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد الله السلمان ووكيل وزارة التجارة والصناعة الدكتور عبد الله عفاسي بشأن تكثيف الجولات التفتيشية على محلات بيع المواد الإنشائية للبناء، تم اليوم عمل هذه الجولة التفتيشية لمعرفة توافر السلع المواد الإنشائية ومقارنة أسعارها في رصد سابق تم رصده. جولات تفتيشية على مختلف مناطق البلاد تضم كافة الأنشطة التجارية لحماية حقوق المستهلك من التلاعب بالأسعار وغلاء الأسعار المبالغ فيه، خصوصا بعد قبول استلام أذونات البناء في العديد من المدن السكنية في دولة الكويت. فسنكون خلال هذه الفترة بتكثيف هذه الجولات التفتيشية لمنع احتكار سلع المواد الإنشائية ورفع أسعارها في المستقبل. أنصح أخوان المستهلكين بعدم الشراء من محل واحد فقط، الأفضل أنه يقوم بالمقارنة بين الشركات والمحلات لأخذ السلع المناسبة له من حيث السعر والجودة. في النهاية أحب أذكر أخوان المستهلكين في حال وجود أي استفسار أو شكوى التواصل معنا عبر خط الساخن 135 أو عبر خدمة الواتساب 551-35135 أو عن طريق التواصل الاجتماعي تويتر وإنستغرام حسابات الرقابة التجارية وحماية المستهلك. جهود بارزة لمفتشي الرقابة وحماية المستهلك ضمن الجولات الدورية على مدار الساعة التي يقوم بها رجال التجارة لرصد أي غش تجاري أو ارتفاع بالأسعار. عائشة أحمد، تلفزيون دولة الكويت.